احب ارحب بحضرتك معانا النهارده فلو تي في. اول حاجه احب اسال حضرتك في رايك في الايفنت. والله الايفنت متوضب كويس جدا. اولا اللوكيشن مفيش احلى من كده عني لو بعين في الطراز نفسه بتاع المكتبه مصري وطابع اسلامي شويه, فلا يعني المكان الاورجنايزيشن هايله بصراحه. حضرتك شايف ان الايفنت بالنسبه للابكومينج فيوتشر هيبقى ليه بوزيتيف امباكت, يعني تاثير ايجابي؟ طبعا, لان اولا احنا عندنا مشكله في مصر ان الطلبه في كليه الحقوق بييجوا يوم متخرجين ومش عارفين يعملوا ايه بعد كده, ما يعرفوش غير 3 4 مكاتب. فدي فرصه كويسه جدا ان المحامين في المكاتب او اللي بيشتغلوا حتى مستشارين قانونيين في شركات ييجوا ويحكوا عن خبرتهم في هذا المجال مع الطلبه, على الاقل بيدوا فكره للطلبه ايه اللي هيواجههم بعد ما يتخرجوا. فدي فرصه طبعا كويسه جدا ان يبقى في تبادل خبرات بين اللي بيعملوا في مجال المحاماة والاستشارات القانونية والطلبة اللي بيتخرجوا. طيب رأي حضرتك في وجود قناة متخصصة في مجال الليجل زي لو تي في, هل ده برضو هيبقى ليه دور في التوعية القانونية؟ طبعا, لأن طبعا للأسف ما فيش وعي قانوني لدى فئة كبيرة من الشعب المصري, وده جزء كبير منه يرجع لعدم يعني في نظرة للمحامين في مصر للأسف مختلفة عن المحامين في الخارج, وده يرجع طبعا للأفلام اللي بنشوفها, أفلام كوميدية من الأساس. فأن يبقى في قناة متخصصة أولا بتساهم في التوعية, وفي نفس الوقت بتخلي الناس يعرفوا إيه حقوقهم وإيه التزاماتهم, فبالعكس ده شيء كويس جدا. طيب أحب أسأل حضرتك, مشاركة المكاتب في إيفنت زي ده هل ده بيضيف للمكتب؟ طبعا بيضيف للمكتب وللطلبة, بس بخصوص المكتب طبعا المكاتب هي في الآخر هي بيزنس, هي عايزة أنها تعين أفضل طلبة ممكن يقابلوهم. يعني موضوع التعيين ده بيجي إما في الانترفيو أو بنقابلهم مثلا في ايفنتس زي الايفنت ده, وبنقعد نتكلم معاهم بيحكوا لنا عن خبراتهم, وبنقدر من خلال المقابلات دي ان احنا نعرف مين ممكن هو يشتغل معانا وكده, وساعات بندعوه يجي يعمل انترفيو, واما ربنا بيوفق وبيشتغلوا معانا او بيلاقوا فرصتهم في حته تانية. فطبعا المكاتب بتستفيد انها بيبقى بتديها فكره عن الكوادر المتوفره في الماركت يعني. تمام, ميرسي لحضرتك جدا, شكرا. شكرا. Thank you.